أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تولاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، أخرج أبو نعيم أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: أين الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة؟ فأراه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: عن هؤلاء تسأل؟ يعني بتسأل عن هؤلاء، هم دول يعني كأن دول هم دول الزاهدون الحقيقيون الذين زاهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة. كذا في حلية. أخرج ابن أبي الدنيا عن أبي أراكة يقول: صليت مع علي رضي الله عنه صلاة الفجر، فلما انفتل عن يمينه مكث كأن عليه كآبة، حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح صلى ركعتين. قيد رمح يعني قدر رمح. صلى ركعتين ثم قلب يده، يعني في حاجة كده مش عجباه بيتعجب، فقال: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم. ده بيصلي بالتابعين. فما أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون صفرا شعثا غبرا بين أعينهم كأمثال ركب المعزى، قد باتوا لله سجدا وقياما. من القيام والنصب والتعب بالليل يصبح شاحب اللون أصفر كده، كأنه يعني إيه ضعيف وتعبان من الجهد، وقد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله يتراوحون بين جباههم وأقدامهم. شوف كلمة يتراوحون دي، يعني يتعب من الوقوف يركع، يتعب يقوم، يتعب يسجد، يتعب من السجود وهكذا. يتراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا فذكروا الله، مادوا أي مالوا، وده دليله على التمايل أثناء الذكر، أو الواحد بيقرأ قرآن فيتمايل، ما فيهاش حاجة يعني لا شيء فيها أبدا، يعني الأمر ده أمر فطري. يعني بعض الناس بينهى عن هذا بغير دليل ويقول أنه من فعل الرهبان أو كذا أو كذا. يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني إذا ذكروا الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح. شوف الشجر في يوم الريح يعني شدة الإيه؟ التمايل. بعضهم بيقول من التعب، وبعضهم بيقول من يعني الاستغراق في ذكر الله سبحانه وتعالى. الإنسان لما يستغرق في ذكر الله سبحانه وتعالى الذكر يعني يحركه، يحرك الوجدان، فلما المواجيد تتحرك الأجسام تتحرك. يتراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم، يعني هملت يعني أنزلت أي فاضت الدموع، حتى تبل ثيابهم، والله لكأن القوم باتوا غافلين. يعني ده فعل الناس، يعني بيبكي نادم مستغفر. ثم نهض فما رؤي بعد ذلك مفترا يعني مبتسما ولا ضاحكا، حتى قتله ابن ملجم عدو الله الفاسق. كذا في البداية. أخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية والديناواري والدينواري والعسكري وابن عساكر كما في الكنز. وأخرج أبو نعيم أيضا عن أبي صالح قال: دخل ضرار ابن ضمرة الكناني على معاوية فقال له. ده كان يعني سيدنا ضرار ده بيحب سيدنا علي وكان بيخدمه، فقال له: صف لي عليا. فقال: أو تعفيني أو تعفيني يا أمير المؤمنين، يعني لا تكلفني بهذا الوصف. قال: لا أعفيك أو لا أعفيك. قال: أما إذ لا بد فإنه كان والله بعيد المدى، يعني طويل النظر، يحسب لكل أمر حساب، شديد القوى، شديد الحواس من سمع وبصر، ويعني وكان قوي سيدنا علي عموما. يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه،
يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل وظلمته، يعني عكس الايه ما نحن عليه اليوم. كان والله غزير العبرة، يعني كثير الدموع، طويل الفكرة، كثير الفكر، يعني يستغرق في الفكر استغراقا طويلا، يقلب كفه تعجبا ويخاطب نفسه، كلم نفسه، يعجبه من اللباس ما قصر من حبه في النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، ولا حرج فيما إلى الإيه؟ إلى 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 الكعبين. يعني في بعض الناس إذا تحرج فلا حرج عليه أن يصل إلى الكعبين، ولكن لا يزيد. ومن الطعام ما جشب، يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما جشب، يعني خشن، طعام الخشن. كان والله كأحدنا، يعني كأنه واحد مننا، يعني يدنينا إذا أتيناه ويجيبنا إذا سألناه، وكان مع تقربه إلينا وقربه منا لا نكلمه هيبة له، من شدة المهابة، يعني كانت ألقيت عليه المهابة رضي الله عنه. فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم، سنانه كده متراصة جميلة بيضاء، يعظم أهل الدين ويحب المساكين، لا يطمع القوي في باطله. القوي ما يطمعش في سيدنا علي من شدة الحق، ولا ييأس الضعيف من عدله. الضعيف ما ييأس، ما يجيلوش اليأس ان حقه هيجيله، هياخد حقه. ليه؟ لانه عنده عدل. فأشهد بالله، هيشهد شهادة بقى: لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله. أرخى الليل سدوله يعني أظلم شدة الظلام. وغارت نجومه، يميل في محرابه، واقف في المحراب وبيتمايل، المحراب اللي هو القبلة أو مكان الصلاة، نعم، يميل في محرابه، وهنا المقصود بها غرفته، يعني المكان اللي بيصلي فيه، قابضا على لحيته، يتململ تململ السليم اللي هو اللديغ، يتململ تململ السليم اللي هو السليم اللي هو الايه اللديغ. والتململ يعني الاضطراب، واقف مضطرب، ويبكي بكاء الحزين، فكأني أسمعه الآن وهو يقول: يا ربنا يا ربنا، يتضرع إليه ثم يقول للدنيا: إلي تغررت، إلي تشوفت، هيهات هيهات، بيخاطب الدنيا بهذه العبارات: غري غيري، قد بتتك ثلاثا، يعني طلقتك ثلاثا. إيه الثلاثة بقى اللي طلقها بيهم؟ ثلاث حاجات: فعمرك قصير، انت يعني ايه المدة الزمنية بتاعت العمر ايه؟ قصيرة. ومجلسك حقير، مجلس الدنيا كله، النبي عليه الصلاة والسلام قال كده: لا يقعد قوم في مجلس ثم يقوموا بغير ذكر الله ولم يحمدوا الله ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. يبقى مجلس الدنيا مجلس حقير مهما كان عظيم. وخطرك يسير، الخطر بتاعك قريب جدا وسهل جدا. آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. سيدنا علي يعني يعني بيتأوه وبيشكو قلة الزاد، قلة الزاد وبعد السفر. طب وما احنا نعمل ايه؟ فوكفت دموع معاوية لما سمع هذا الكلام، وكفت دموع معاوية على لحيته ما يملكها. يعني شوف سيدنا معاوية بكى لما سمع أوصاف سيدنا علي، كانوا بيحبوا بعض رغم لو في أي خلافات أو شيء، لأن في محبة بينهم. وجعل ينشفها بكمه، وقد اختنق القوم بالبكاء، كل اللي قاعدين كمان بكوا لأوصاف سيدنا علي رضي الله عنه. نعم. فقال: كذا كان أبو الحسن رحمه الله. وبعدين سأل ضرار اللي كان بيوصف، بيقول له: كيف وجدك عليه يا ضرار؟ يعني كيف حزنت على وفاة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ قال: وجد أي حزن من ذبح واحدها، يعني ابنها الوحيد، في حجرها، هي قاعدة بترضع ابنها الوحيد، وذبح في حجرها، لا ترقأ دمعتها ولا يسكن حزنها، ثم قام فخرج. يعني وصف عجيب لشدة حزنه على سيدنا علي بن أبي طالب، يعني حاجة لا توصف يعني. وأخرجه أيضا ابن عبد البر في الاستيعاب عن الحرمازي: رجل من همدان، عن ضرار الصدائي بمعناه. وأخرج أبو نعيم عن قتادة قال: سئل ابن عمر
رضي الله عنهما هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال نعم يضحكون، والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال، مش الإيمان مثل الجبال، لا أعظم من الجبال، يعني تزول الجبال ولا يزول ما في قلوبهم رضي الله عنهم. كذا في الحلية. أخرج هناد عن سعيد بن عمر القرشي أن عمر رضي الله عنه رأى رفقة من أهل اليمن رحالهم الأدم، رحالهم يعني فراشهم وما يوضع على البعير، والأدم جمع أديم وهو الجلد المدبوغ. نعم. فقال من أحب أن ينظر إلى شبه كانوا، يعني إلى أشبه ناس كانوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلينظر إلى إيه؟ إلى هؤلاء. كذا في كنز العمال. وأخرج الحاكم في المستدرك عن أبي سعيد المقبوري قال لما طعن أبو عبيدة رضي الله عنه قال يا معاذ صل بالناس، فصلى معاذ بالناس، ثم مات أبو عبيدة بن الجراح فقام معاذ في الناس، سيدنا معاذ بقى يعني يخطب، فقال يا أيها الناس توبوا إلى الله من ذنوبكم توبة نصوحا، فإن عبد الله لا يلقى الله تائبا من ذنبه إلا كان حقا على الله أن يغفر له. يبقى اللي يختم حياته بالتوبة كان حقا على الله أن يغفر له. فضروري كل يوم الإنسان يتوب، يعني وخاصة صباحا ومساء، حتى يعني لو وافاه الأجل يكون ختم حياته بالتوبة الصادقة. ثم قال إنكم أيها الناس قد فجعتم برجل، والله ما أزعم أني رأيت من عباد الله عبدا قط أقل غمرا، أقل غمرا يعني حقدا، يعني ما كانش عنده حقد، ولا أبر صدرا ولا أبعد غائلة فسادا وشرا ومهلكة، ولا أشد حبا للعاقبة، ولا أنصح للعامة منه فترحموا عليه، يعني اطلبوا له الرحمة، ثم أصحروا للصلاة عليه، فوالله لا يلي عليكم مثله أبدا. فاجتمع الناس وأخرج أبو عبيدة رضي الله عنه، وتقدم معاذ رضي الله عنه فصلى عليه، اللهم صل على سيدنا محمد، سيدنا معاذ هنا اللي صلى، سيدنا معاذ اللي صلى، سيدنا معاذ اللي بيخطب يعني، سيدنا معاذ هو اللي صلى على سيدنا أبو عبيدة. وأخرج أبو عبيدة وتقدم معاذ رضي الله عنه فصلى عليه، حتى إذا أتي به قبره دخل قبره معاذ بن جبل وعمر بن العاص والضحاك بن قيس، فلما وضعوه في لحده وخرجوا فشنوا عليه التراب، يعني جعلوا التراب فوقه وصبوه عليه. فقال معاذ بن جبل يا أبا عبيدة، وده يجوز هنا، لأثنين عليك ولا أقول باطلا، أخاف أن يلحقني بها من الله مقت. يبقى الإنسان لما يجي يثني على ميت ولا شيء فيه عند القبر، الدليل هو يقول الحق، يعني لا يبالغ في المدح والرثاء وهذه الأمور. كنت والله ما علمت على حسب علمي من الذاكرين الله كثيرا، ومن الذين يمشون على الأرض هونا أي متواضعين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني لا يقابلون السوء بالسوء ولا الجهالة بمثلها، وإنما بالصفح والعفو والسلام والحلم. ومن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وكنت والله من المخبتين، المخبتين اللي هم الخاشعين والمطيعين الذين يعني يرجون لقاء الله، المتواضعين الذين يرحمون اليتيم والمسكين ويبغضون الخائنين المتكبرين. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله هذه المرة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم.